بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن تشكيل كتيبة طل الملوحي المناضلة السورية في سجون العصابة الأسدية. أعلن أنا العقيد شرف ثار ناشف في جيش الحر تشكيل كتيبة طل الملوحي، وفاء لهذه المناضلة ولهذه الثائرة الحرة التي خرجت وتصدت لإجرام العصابة الأسدية المجرمة قبل سنوات، وكانت إحدى شرارات ثورة العزة والكرامة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طل الملوحي مع الإسيادية. الله أكبر الله أكبر. تكبير الله أكبر. قائدنا للأبد سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.